الرئيسان الموريتاني محمد والشيخ الغزواني والسنغالي ماكي سال يضعان في مدينة روسو الموريتانية حجر أساس جسر روسو الرابط بين ضفتي نهر السنغال. جسر الأخوة يشيد بتمويل تجاوز 87 مليون يورو، ويرى الرئيسان الموريتاني والسنغالي أنه سيعزز إنعاش اقتصاد إفريقيا. بناء جسر على نهر السنغال انطلاقا من مدينة روسو يستجيب فعلا لانتظارات اقتصادية، كما يترجم توجها نحو تعاون اقتصادي ملموس، وسيسدي هذا الجسر خدمة كبيرة لشعبي البلدين، حيث سيسمح بتيسير حركة المواصلات بين الدولتين سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو بالسلع، وهذا ما سيعزز من روابط الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين. Ce projet dont nous lançons les travaux aujourd'hui est un ouvrage stratégique. هذا المشروع الذي نطلق أشغاله اليوم هو ورش استراتيجي يرمي إلى ربط الضفتين في أفق تيسير تنقل الأفراد والسلع. لكن هذا الورش يحمل في طياته دلالات أخرى، لأن جسر روسو سيشكل عنوان الترابط بين دول شمال إفريقيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء. الجسر الرابط بين موريتانيا والسنغال يمتد على مسافة 1400 متر، ويعلق سكان هذه المنطقة عليه آمالا كبيرة لما سيسهم به من تعزيز للتبادلات التجارية في المنطقة وتدفق للأشخاص والبضائع عبر محور طنجة لاغوس. هذا الجسر سيستفيد منه الشاحنات القادمة من المغرب بالبضائع اللي كانت تأخذ وقت كبير في الإجراءات إلى ما تصل. الآن إن شاء الله البضائع ستصير من أوروبا ومن المغرب ستكون وجهتها إلى إفريقيا سهلة بفضل هذا الجسر. سيمكن هذا الجسر فعلا من ربط صلة وطيدة بين البلدين الشقيقين أي موريتانيا والسنغال، وسيساعد ذلك في المستقبل في إنماء وتطور البلدين بشكل متواصل ومستمر. بين ضفتي نهر السنغال ظلت عبارة روسو لعدة أعوام الوسيلة الوحيدة لنقل الشاحنات والبضائع بين ضفتي النهر، وتتوقع الدراسة الفنية لجسر روسو تضاعف عدد السيارات التي تعبر نهر السنغال مرتين عند افتتاح الجسر. ينتظر أن يعزز هذا الجسر الرابط بين ضفتي نهر السنغال التبادلات التجارية بين المغرب العربي وإفريقيا. من خلال هذا الجسر ستمر التجارة القادمة من المغرب إلى مجمل إفريقيا. الشيخ نور السيدي، ميديا روسو، جنوبي موريتانيا.